ما بيجوز تكبيد الأجيال في تورة التعبئة العامة ولزوم البقاء في البيت، وبالتالي ما بحق لصاحب العمل أنه يخفض له معاشه أو أنه يحسم من أيام بقائه في المنزل من معاش آخر الشهر، لا سيما أنه في قسم كبير وملحوظ من الأجراء عم بيشتغلوا من البيت أولاً، وثانياً لتعارض هذا الأمر مع المادة السابعة من الاتفاقية العربية رقم 15 اللي مصدق عليها لبنان واللي بتمنع اتخاذ هيك إجراء، لا سيما أنه بتنص أنه أجر العامل يستحق حتى ولو الأجير ما قدر قام بعمله لأسباب خارجة عن إرادته مثل ما هي الحالة اليوم. إذا تواجدت أسباب جدية للحجر الصحي وما كان بإمكان العامل أنه يشتغل من البيت، هون كمان ما بحق له صاحب العمل لا يخفض له معاشه ولا يحسم أيام الحجر الصحي من معاش آخر الشهر. بهذه الحالة فينا نطبق الأحكام المنصوص عليها بالمادة 40 من قانون العمل اللي بتتعلق بالإجازة المرضية المدفوعة. في حال كان الأجير ملزم الذهاب إلى مكان العمل، فهون من المهم التذكير أنه يقع على صاحب العمل موجب تأمين بيئة سليمة للعمل، كما وأنه الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة من الحكومة للحد من تفشي وباء الكورونا. وكمان من المهم التذكير أنه في حال أصيب الأجير أو الأجيرة خلال تأديتهم لعملهم أو على أسره بفيروس الكورونا، وفي حال توفرت الظروف اللي بتسمح معرفة أنه مصدر الإصابة متآتية من قيامهم بعملهم أو على أسر هذا العمل، فبهذه الحالة يترتب على صاحب العمل مسؤولية التعويض للأجير والأجيرة جراء إصابتهم بفيروس الكورونا وفق ما هو منصوص عليه بقانون طوارئ العمل. ما بحق لصاحب العمل أنه يصرف أجراءه لأسباب اقتصادية إلا إذا توفر شروط جوهرية هي التالية: أولاً على صاحب العمل أنه يبلغ وزارة العمل رغبته بصرف أجراءه لأسباب اقتصادية قبل بشهر من قيامه بهذا الإجراء. ثانياً على وزارة العمل أنها تتحقق من صحة الأسباب الاقتصادية اللي تزرع فيها صاحب العمل، وهون من المهم الإشارة أنه ما بيكفي على صاحب العمل أنه ما يكون جنى أرباح خلال هذه الفترة ليبرر الصرف، لازم يكون بحالة عجز بتبرر الصرف. ثالثاً على صاحب العمل أنه يتشاور مع وزارة العمل لوضع برنامج نهائي للأجراء اللي بده يصرفهم ترعى فيهم حقوق الدنيا. إذا ما توفرت أي من هذه الشروط المذكورة يعتبر بهذه الحالة الصرف صرف تعسفي. المطلوب اليوم من الدولة تخصيص كافية جهودها لحماية الأجراء والعمال بلبنان، وهذا الشيء يتم عبر اتخاذ الإجراءات التالية: أولاً تبني سياسة شاملة للدعم المادي والاقتصادي والاجتماعي للأجراء والعمال وعموماً للفئات الاجتماعية الأقل يسراً. ثانياً إقرار قانون لتعليق المهل القانونية حماية وحفاظاً على حقوق الأجراء والعمال، أو تبني سياسة تقديم شكاوى أونلاين أمام المجلس العمل التحكيمي أسوة باللي بلش يصير بالدعاوى الجزائية اليوم. ثالثاً تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام للحد من نسب البطالة لحتى تتفاقم بالأيام القادمة.